إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أسلم تقال مرحبا يسون، السلام عليكم، مرحبا يسون الفيديو أمينو السادة رانسي والأخفية يتغوصة تيا مختصة إلى الشين فورتا. خوتي وحبيبي السلام عليكم، اعزائي الفلاوين الانتقال، كنشكركم على المتابعه اللي كديروا معنا في قناه شاني تيغرار. واليوم بغينا نهضروا على واحد الفئه ديال الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو ديالك وكيمشي كيتابونا وفي الاخر كيخرج عاوتاني ما عرفت علاش، وانما ربما تخلى شي لقى شي فيديوهات ما عجبوش وخرج عاوتاني من لاشين. يعني انا كنقول كنفكر علاش كاين زعما هادشي، يعني خصنا نتعاون بيناتنا. انا ديجا عندي شي 30 ولا 25 ربما ديال القنوات ديال الناس المبتدئين، يعني ديال الشباب المبتدئين، يعني خصنا نتعاونوا بيناتنا، ماشي ندخل مثلا ولقى يعني ديجا الفيديو اللي وصلني انا ومزيان تفرجت فيه مزيان درت ليه لايك مثلا، وملي دخلت لاشي لقيت فيديوهات اخرين مختلفين على هذاك كنخرج. يعني هادشي راه فكره خاطئه، يعني واحد الحقد اللي تزرع فينا، يعني هادشي ما خصوش يكون. يعني قناه شان انتقرار ما كديرش ما مختصاش في واحد الموضوع، مثلا هي كتهضر على بزاف ديال المواضيع، يعني كتهضر على الثقافه على التاريخ وعلى بزاف ديال الحوايج، كاين شي حوايج اللي ما عارفينهمش الناس، ربما شي واحد الفئه اللي ما عارفينهمش حنا كنهضروا عليهم. كتصور مثلا بحال شي حفلات بحال، يعني ما عندناش ما مختصينش في واحد الحاجه بالضبط. وقناه شان انتقرار يعني واحد القناه اللي كتهضر بزاف على الجنوب الشرقي وكتهضر بزاف على الحياه المجتمع اللي كيعيشوها الناس في الجنوب الشرقي وبزاف ديال المناطق. وديجا انا البلاصه اللي مشيت لها ربما حيت كنخدموا كوم، يعني ملي كتمشي من هذه المدينه لهذه ربما كطيح لك شي فكره في ديك المدينه اللي كتصور فيها شي بلايص ولا شي كتلحهم في فلاشين، يعني وانت ما خسر والو، يعني الى تابونيتي معنا وبقى تشوف ديما الجديد ووصلك ديما الجديد. ويعني ديجا كتفرج في اليوتيوب، يعني كتدخل كتفرج، اللهم تفرج في الناس مبتدئين تعاون معاهم، حتى حنا كما كنتفرجوا في ديال الفيديوهات ديال الناس وكما كنتعاونوا معاهم وكنبارطاجيو حتى انتما بارطاجيو، يعني ما كان حتى اشكال ما كان حتى مشكل. ربما كاين اللي كيدخل اليوتيوب وكيتفرج في ديك الفيديوهات الاخرين، يعني ما خصناش نقول سميتهم، يعني كتضيع على الكونيكسيون صافي، يعني هاد لاشين هادي يقدر تستافد فيها شي حوايج اللي انت ما عرفهمش. يعني كنشكركم بزاف على هاد المتابعه اللي كديروا معنا، وكاين الناس اللي ديما كيتسناو ديما الجديد ديال قناه شان انتقرار، كاين الناس اللي كيصيفطوا لك في الواتساب ولا في فيسبوك ولا كاين اللي كيعيط لك، يعني بزاف ديال الناس كيفتخروا بهاد لاشين هادي. وكنشكركم بزاف وكنشكروا كاع الناس اللي مشاركين معنا، تنمشي كان ايوز نون، تهلاو في راسكم، الله يعاونكم.